مشاهدينا ومتابعينا عبر جريده الحدث 24، عدنا بجديد من اي المكان، من مكان الواقعه ديال الرموك اللي تقلب كما قلنا وسط الطريق كما كتلاحظوا معنا، حجم الخسائر كبيره وكبيره بزاف، وكما قلنا لولا الالطاف الالهيه لا كانت غتكون كارثه بعين المكان. العناصر ديال الوقائع المدنيه مشكورين صراحه على التدخل بعين المكان، وكذلك العناصر ديال الامن الوطني، السلامه الطرقيه، الكل كما قلنا حاضر بعين المكان. دائما الحيطه والحذر لكل السائقين باش ما نشوفوش يعني واقع بهذا الشكل هذا او اكثر من هذا الشكل هذا، قدر الله ما شاء فعل. الحدود الساعه ما عندناش تفاصيل اكثر بخصوص الواقعه، ولكن اللي ناكدوا لي ان السائقين يردوا البال بشكل كبير، السائقين يردوا البال بشكل كبير. ثم كتلاحظوا معنا الحجم ديال الخسائر الكبيره اللي وقعت من بعد يعني الانقلاب ديال هذا الرموك. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ودائما وابدا الحيطه والحذر لكل السائقين. شوف 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 شوفوا معنا حجم الخسائر مشاهدينا متابعينا، شوفوا معنا حجم الخسائر مشاهدينا متابعينا، لا تعد ولا تحصى. حتى البوطات كما قلنا الحدود الساعه ما عندناش فكره عليهم واش عامرين ولا خاويين، حيت كاين القفاله من الفوق صعيب انك تعرف البوطه واش عامره ولا خاويه. ولكن لولا الالطاف الالهيه كما قلنا، ولا الله يحفظكم، انفجرات شي بوطه من هاد البوطات لا كانت غتكون كارثه بعين المكان. ولكن الحمد لله الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. شوف شوف كما كتلاحظوا معنا ماشي متابعينا، قدر الله ما شاء فعل. شوف شوف شحال ديال البوطات، الله الله يلطف. كما قلنا ماشي متابعينا، الا كانت شي دعوه ديال الخير وقفت مع هاد السائق وصافي. كما قلنا العناصر ديال الامن الوطني مشكورين صراحه، اللي صراحه جاوا لعين المكان، نبهوا السائقين على الخطوره ديال الوضع باش انهم يعني تكون السرعه جد منخفضه بعين المكان، تفاديا لاي حادثه اخرى اللي تزيد تعرقل حركه السير. لكن كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا متابعينا، راه المشهد صادم، مشهد صادم في الاثناء. هذه اللي فيها الخير، والله يفرج على هاد الناس. كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا متابعينا، هذا هو حجم الخسائر، خسائر كبيره، والله يدير اللي فيها الخير. شوف 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 شوف، تخيل معايا هذا الرموك دابا اللي تقلب، الله يحفظ، كون انفجرت شي بوطه فيه، البوطات كامل كانوا غيتفرقوا، والمشهد كان غيكون صادم. علاش كنوصيو الحيطه والحاضر، السائقين يردوا البال في الطريق، السائقين اثناء السياقه الانسان يرد البال، تريوت، ما عرفناش حنا، راه حدود الساعه فقط احتمالات كنحطوهم وصافي. لكن الانسان يرد البال بقدر الامكان، حيت ما عرفناش والسرعه اللي خلات السائق انه يعني يهرب بيه الرموك ويتقلب بهذا الشكل هذا، ولا داه الناس، ولا الرموك هرب ليه ما قدرش يتحكم فيه، العلم لله. ولكن خاص السائقين يردوا البال، خاص السائقين يردوا البال بشكل كبير. حنا فقط كننبهوا، كل واحد عنده الضمير ديالو، اللي بغى يوصل عند الاسره ديالو في احسن الاحوال راه دائما غياخذ مسافه الامان، دائما غيمشي بسرعه متوسطه في كلتا الاحوال. ما تقولش حق لا انا غادي زربان، عندي مشكل، عندي كذا عندي كذا، خاصني نوصل في الوقت المناسب. بالعكس اللي زرب تعطل، اللهم تزيد ساعه في الطريق وتوصل عند الاسره ديالك في احسن الاحوال، ولا نشوفوا كارثه بهذا الشكل هذا ولا اكثر من هذا الشكل. وهذه اكيد راه شفنا حالات وحالات ديال الحوادث ديال السير اللي منهم حوادث مميته، سواء بسبب دراجه ناريه، سواء بسياره او شاحنه او حافله. بغيناش الحال يوصل لهذ المرحله، بغيناش الارقام تزيد ترتفع اكثر فاكثر. ما يدير اللي فيها الخير، وصيو للاهل ديالكم، وصيو للناس اللي عزاز عليكم يردوا البال في الطريق، وصيو للناس اللي كتبغيهم انهم في الطريق يردوا البال بشكل كبير. راه كاين اللي غادي كيلعب مع صحابه طوموبيل كيتسابقوا ولا بموتور، حتى واحد فيهم ما شاط، ها اللي دار الحديد، ها اللي مات، ها اللي خلى موراه اسره، يتم وليدات، علاش الحاله كامله؟ انسان يرد البال، انسان يرد البال كما قلنا وكنعاودو ناكدو عليه، الانسان يرد البال بشكل كبير باش ما نشوفوش شحال هادشي كيوقع مره اخرى. مشاهدينا متابعينا، الله يدير اللي فيها الخير، الله يدير اللي فيها الخير. شي كنتمنى صراحه المشاهد صادمه، ولكن كما قلنا للضروره احكام. انسان يرد البال في الطريق يعرف فين غادي، والانسان اللي حس بالعيا يحاول يوقف ويخلي الامور غادا مزيان. هيدا اللي فيها الخير مشاهدينا متابعينا، وخليكم معنا في هذا البث المباشر، اكيد نتبنى معكم كل تفاصيل لحظه بلحظه. عناصر الوقائع المدنيه كما قلنا حاضر بشكل كبير،
فاهم. ما عرفناش كيما خلنا دابا العناصر ديال الواقع المدني هبطوا، ما عرفناش شنو واقع بالضبط كيما كتلاحظوا معنا مشاهدين متابعينا، هما العناصر ديال الواقع المدني هبطوا، ما عرفناش شنو غيوقع معنا ولكن الحيطه والحر. شوف شوف شوفوا معنا مشاهدين متابعينا العناصر ديال الواقع المدني في هذه الاثناء حاضرين بشكل كبير. كما قلنا عناصر الواقع المدني يعني متاهبين لاي خطوره تقدر توقع بهاي المكان. كما قلنا البوطات ما عرفناش فيهم، واش خاويين واش فيهم شي وحده عامره، الله اعلم. هذه اللي فيها الخير المشاهدين متابعين، رموك تقريبا كامل مشى. شوف شوف لا انا نمشي مع الجهه الاخرى مشاهدين متابعين هنا. خليكم معنا مشاهدين متابعين هنا. شوفوا معنا مشاهدين متابعين هنا. رموك تقريبا كامل مشى. الله يلطف وصافي، الله يلطف وصافي مشاهدين متابعين، الله يلطف. الله يلطف كما كتلاحظوا معنا مشاهدين متابعين، كما كتلاحظوا معنا مشاهدين متابعين، شوفوا معنا حجم الخسائر. وهذا هو الرموك اللي تقلب. الجاج كامل، الجاج كامل تقريبا مشى، ولكن الحمد لله على السلامة ديال السائق. نتمنوا ليه الشفاء العاجل. هادو هما البوطات، ولكن كما قلنا والله يحفظ كنت فرقعت شي بوطه والبوطات كاملين عامرين كانت غتكون كارثه بعين المكان، حيت راه ماشي بوطه وحده، راه لا تعد ولا تحصى. الله يدير اللي فيها الخير المشاهدين المتابعين. ودائما كما قلنا وكنأكد، انا دائما كنأكد على كنعاودها مرارا وتكرارا، الحيطه والحذر. ومرة أخرى قدر الله ما شاء فعل، نكتفي بهذا القدر مشاهدينا ومتابعينا على أمل نلقاكم بث مباشر آخر. وكما قلنا وكما كنأكدوا الحمد لله على السلامة ديال السائق، ومشكورين على العناصر ديال الأمن الوطني والوقاية المدنية وكذلك الدار الأكل الملكي والسلامة الطرقية للتواجد الكبير بعين المكان أجل أكيد السلامة ديال السائقين اللي كيمروا من هذا المكان هذا. والله يدير لي فيه الخير. وصيو الناس العزاز عليكم، وصيو الحباب ديالكم أنهم يردوا البال في الطريق باش الامور دائما تكون في احسن الاحوال. والسلام.